بوسه كبيره. احنا النهارده معانا اصحابنا من كام سنه، من قد ايه؟ من سنتين صح. اصحابنا الجمال من سنتين معانا هنا في النادي. استنوا بقى عشان انا بتلخبط ما بين كريم وكرم وكرم وكريم. ها، جولين وجيانا. كل اللي كان بيقول احنا بنتلخبط في مول التحت، كل اللي كان بيقول احنا بنتلخبط ما بين جودي وجاي ده يجوا يشوفوا جولين وايه وجيانا وخالته القمر. حبيبه قلبي والله العظيم. استنوا قبل المفاجاه بتاعت جوجو ونانا عشان انا بتلخبط. خدي يا منى بعد اذنك جايده، يعني بترفع البنطلون عشان الحزام عمال يتفك. امسكي كده منى، طلعيني طويله في التصوير. حاضر. النهارده لابسين ايه؟ الطقم المفضل عندنا لابسين بيج واسود. تمام. كنا نازلين النهارده مش ناويين نصور خالص. بالرغم ان احنا مطقمين كده زي ما انتم شايفين، قرب عليا شويه منى عشان الناس. حاضر. لو صوتي طلع واطي يبقى منى السبب. قربي يا منى، تعالي في حضني. حاضر. ما انا عشان بقالك طويله اعمل ايه؟ طيب حارسيني. هم عارفين ان انا متر ونص يا منى. ماشي. النهارده كان يوم اكتر من رائع. النهارده كميه اصحاب عالم جودي وجايده اتصوروا معانا وقاعدين مستنينا دلوقتي عشان هنلعب ومبسوطين اخر البساط. اليوم بقى ختم بايه؟ هتيجي بقى كريم وكرم دول هنا، جوزي هنا، اقفي جنبهم. بصوا بقى، هاتيني يا منى، طلعيني طويله يا منى. لا انت طالعه ما تقلقيش. اليوم ختم بقى بايه؟ اليوم ختم ان جايده كانت جايبه السكيت تلعب، ودول يعني مخلصين التمرين بتاعهم من بدري وقاعدين مستنيين ايه؟ قاعدين مستنيين جايده، عايزين جايده. اتاريهم مجهزين هديه لجايده. مجهزين ايه؟ هديه. قولي لهم انت بقى. انا مش عارفه انت جوجو ولا نانا، بس انت قولي لهم. وريها لهم من قريب عشان يشوفوا شغلك الجميل. الله، بصوا الجمال. استني عشان اوريها لهم. جميله، بصوا الجمال. حلوه. لا الالوان اساسا تحفه رائعه وصيفي قوي. ايوه صح، تبقى للمصيف صيفي قوي. جميله. هاتيهم بقى كده. بسم الله. جوجو ونانا مجهزين المفاجآت الجميله دي لجوجو وجايده، وقاعدين مستنيينهم من قبل، من النهار لسه منور علشان يدوا لهم الهديه دي. يا حبايبي متشكرين يقولوا لي لا، يا خالته متشكرين تقول لي لا، دول لجوجو ولجوجو وجايده. فانا هسيبكم انتوا بقى وانا اللي اصور. هاتي بوسه يا منى. يا متشكرين يا منى. ف مش عارفة. أولا هي حركة جميلة جدا وانبسطنا جدا، وهم ذوقهم في الألوان فعلا رائع على فكرة. بصوا هم بيتناقشوا، بصوا مناقشة. الله، كنت حاسة والله العظيم كنت حاسة إن جايدة هتاخد البامبا. بصي الغلبانة التانية. لا بصي دي عشان تليق على كل الهدوم اللي عندك. أنا هبوصلك الحاجات دي مش مشكلة. ماما انا خدت دي. بس ده تعبكوا. عادي، ده تعبكوا والله يا حبيبه قلبي. والله العظيم انتوا زي العسل، والله العظيم انتوا زي العسل، وفرحتونا فرحه. والله العظيم فرحتونا فرحه جميله خالص. اساسا ان انتوا تفضلوا قاعدين خالته الوقت ده كله، ده كام ساعه؟ حوالي ثلاث ساعات. يا عيني والله العظيم. بصوا خالته بتقول من قلبها، ثلاث ساعات ما قاعدين خالته عشان تستنوهم يطلعوا من الميه. فانا مش عارفه اقول لكم ايه، لان احنا جينا وهم في الميه. اول ما هم طلعوا جودي وجايداء نزلوا، فما لحقوش يشوفوا بعض قبل التمرين. مش فاكره. جوجو، جولين وجيانا، جيانا وجولين. بجد بجد الف الف شكر، والف شكر لخالته. هاتي بوسه يا خالته قمر، والف شكر لخالته. ومفاجاه جميله، وبنشكر كل اصحاب عالم جودي وجايداء اللي ايه اللي جولنا النهارده. البسون بقى كده نوريها لهم في اللبس عامله ازاي. كنت حاسه ان جايداء هتاخد البنك، مش عارفه ليه. بس ده تعبكم. انا صعبان عليا ان ده تعبكم، هم عاملينها تعبانين فيها. بس عارفه ذوقهم. لا قربيها كده يا قلبي عشان تطلع واضحه. ذوقهم في الالوان وفي الشغل رقيق رقيق رقيق. دي عجباني قوي. سيفي. لا بصراحه تسلم ايديكم، ما شاء الله عليكم، وانتوا بنات زي القمر.
ربنا يحمي كل خالته، ونقول لك كل اصحاب عالم جودي وجايده ربنا يبارك لنا فيكم. وادخلي يا منى، ادخلي يا منى. منى منى دي الشقيانه اللي معانا يا عيني، والله العظيم منى دي حبيبه قلبنا. يعني انا كنت يعني مش عارفه اقول ايه، كان في حاجات كتير مضايقانا، بس دلوقتي في حاجات كتير جدا مخليانا طايرين 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 من الفرحه. بصوا بقى، منا جايه لابسه بيج في بني من غير ما بس هو طلع في التصوير اسود، فتحسوا ان احنا مطقمين. الصدف احيانا بتلعب، بس انت برضو حاطه التاتش بتاعك. احنا لابسين بيج في اسود، انت لابسه بيج في بني، فتحسي ان انت حطيتي التاتش. ايوه لازم كل واحد يحط اللمسه بتاعته. انا مثلا التحجيبه تايجر، انت التحجيبه ساده، فتحسي كل واحد حاطط البصمه بتاعته. وانت كمان انا ما بوستهمش، انا بوستهم. خدي بعد اذنك بس عشان عايزه ابوس، انا عايزه ابوس. تسلم ايدك، شكرا. هاتي حضني بقى، هاتي حضني. انا مش كريم، انا كرم. اللي كان بيتلخبط ما بين جودي وجايده يجي يشوف جولين وجيانا هيتلخبط اكتر واكتر واكتر. هاتي بوسه بقى، هاتي بوسه بقى، هاتي بوسه منى تاني. وبوسه لكل اصحاب عالم جودي وجايده، وبوسه لخالته على الفرحه اللي احنا فرحانينها. كان يوم رائع جدا. كل اللي عايز يشوف الفيديوهات اللي صورناها مع المتابعين بتوعنا هتنزل في الفيديوهات القصيره اللي هي الشورتس، تمام. وكل اللي عايز يشوف الصور اللي صورناها برده مع كل اصحاب عالم جودي وجايده هيلاقيها فين؟ على المنتدى، تمام. الصدف النهارده خلتنا ننزل صورتكم واحنا مش عارفين ان احنا هنقابلكم. منزلين صورتهم، فاكره يوم البطوله يوم ما كانوا لابسين الميداليات؟ نزلنا صورتهم يوم ما كنا لابسين الميداليات واحنا ما كناش عارفين ان هنقابلكم النهارده. ونزلنا صورتكم بالمايوهات، ما رضيتش استنى لما اروح، والله العظيم فرحت امامير بالمايوهات. هم الاربعه رحت برده منزله الصوره بسرعه. كنت عايزه تقولي حاجه يا منى؟ لا والله انا مبسوطه قوي. طيب تقولي ايه لعالم جودي وجايده؟ كل عالم جودي وجايده، مش جودي وجايده دول بس، انتوا وانتي وكل اللي بيتفرجوا علينا عالم جودي وجايده، تقولي لهم ايه؟ ها تقولي لهم ايه؟ طب جودي جايده تقولي ايه لكل اصحاب عالم جودي وجايده؟ تقولي لهم ايه يا منى؟ تقولي لعالم جودي وجايده ايه؟ ايوه البت دي عسل، البت دي عسل. تقولي ايه لكل اصحاب عالم جودي وجايده؟ احلى حاجه، ربنا يخليكوا لينا يا احلى اصحاب في الدنيا. نقفل بقى عشان احنا خالته. طب انا عايزاكم تقولوها بصوت عالي، ها اجمل عالم عالم جودي وجايده. اجمل عالم جودي وجايده. بوسه كبيره، يلا نقول لهم تاني. اجمل عالم جودي وجايده. يلا نقول باي باي. اعمل اللايك وشير.